بدأت الحرب العالمية الثانية عند الأوكرانيين قبل نصف عام من موعدها الرسمي. أحداث عام 1938 و 1939 التي جرت في زكرباتيا بعد أن تأسست وقامت أوكرانيا الكرباتية كأحدى الأشكال التاريخية للدولة الوطنية كانت دليلاً قاطعاً على ذلك. بعد أن وجدت الكربات الأوكرانية نفسها في ظروف العزلة التامة جرى احتلالها من قبل الجيش المجري، كان قتال الفدائيين الكرباتيين للقوات المجرية في عام 1939 أول مواجهات عسكرية في أوروبا ضد مشاريع الرايخ الثالث العدائية. سعت قطعة الأرض الأوكرانية الصغيرة هذه الموجودة على الجانب الآخر من الكربات والتي كانت مفصولة ما يقرب من 1000 عام عن مهدها الأوكراني، سعت إلى الوحدة مع الجزء الرئيس من الأراضي الأوكرانية. لم ينسى أبناء بلدي الزكرباتيون على مدى 1000 سنة هذا، وخلال وجودهم ضمن 18 دولة مختلفة لم ينسوا اللغة الأوكرانية والأغنية الأوكرانية والديانة الأرثوذكسية. يبدو لي أنها كانت نقطة الانطلاق لإعلان الاستقلال الحقيقي لدولتنا عام 1991. تعد الأحداث في أوكرانيا الكرباتية واحدة من مراحل حركة التحرير الأوكرانية وتأسيس الدولة في القرن العشرين، لذا في جميع الأحوال ورغم أنها كانت ظاهرة جغرافية محلية إلا أنه كان لها أهمية وطنية كبيرة للغاية، وعلى وجه الخصوص من خلال جذبها لانتباه الأوساط الدولية، فلقد وصلت في تلك المرحلة المسألة الأوكرانية إلى الساحة الدولية الواسعة وصارت تبحث في العديد من العواصم. سبق الوضع الجيوسياسي المعقد في أوروبا إعلان أوكرانيا الكرباتية البارز في ذلك الوقت، فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية دعا الأوكرانيون الزكرباتيون إلى توحيد أوكرانيا الكرباتية مع الأراضي الأوكرانية الأخرى. في أوائل عام 1919 وخلال تجمع ممثلي جميع أراضي زكرباتيا في خوست أعلن عن اتحاد الكرباتية الأوكرانية مع جمهورية أوكرانيا الشعبية، ولكن احتلال البلاشفة الروس لأوكرانيا لم يسمح بتحقيق أمال الأوكرانيين الزكرباتيين في توحيد الشعب في دولة أوكرانية واحدة. على أساس قرارات المعاهدات الدولية دمجت روس البودكرباتية إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا مع حق الحكم الذاتي. وفقاً لمعاهدة سان جيرمان للسلام أخذت تشيكوسلوفاكيا على عاتقها عند ضمها منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً، لكن هذا الحق لم يطبق في زكرباتيا حتى عام 1938 بعد أن اصطدمت تشيكوسلوفاكيا بتهديد جيوسياسي كبير كان مصدره ألمانيا النازية. وبعد احتدام أسمة السوديتين ونتيجة لهذه الأحداث اضطرت تشيكوسلوفاكيا إلى اختيار فدرالة دولتها مقدمة الحكم الذاتي لسلوفاكيا ومن بعدها لروس بادكرباتيا أو أوكرانيا الكرباتية. هكذا حدد السياق الجيوسياسي لتلك الأحداث عدوان ألمانيا النازية على تشيكوسلوفاكيا. ولكن يجب أن لا ننسى أن براغ قدمت هذه الالتزامات لروس الكرباتية منذ ضمتها عام 1919. في أكتوبر 1938 تشكلت أول حكومة تتمتع بالحكم الذاتي في روس الكرباتية، ترأسها المعلم والصحفي والسياسي أندري برودي، ولكنه عزل بعد بضعة أسابيع من منصبه واعتقلت الشرطة التشيكوسلوفاكية بتهمة الخيانة والتجسس لصالح المجر. بعد فترة وجيزة من تعيين حكومة الحكم الذاتي في براتسلافا التي ترأسها في البداية زعيم التوجه المحب لروسيا أندري برودي في 26 أكتوبر 38 أي بعد 3 أسابيع، ترأس حكومة الحكم الذاتي أفغوستين فولوشين ممثل التوجه الأوكراني. كان في زكرباتيا كثير من العائلات القوية ذات التوجه الأوكراني، ولكن أفغوستين فولوشين بقي الممثل الأهم لسلطة الدولة في زكرباتيا، وقد كان شخصية رائعة
حيث كرس نفسه للتنظيم التربوي وبرز زعيما دينيا. ومن المستحيل المبالغة في تقدير دوره في إنشاء وتشكيل وتنشيط الطبقة المتعلمة هناك، حتى أنه عمل مصرفيا في بنك في بودكارباتي. كان شخصية عامة كرس حياته للموضوع الأوكراني على أرض زكارباتيا. في نوفمبر أصدرت حكومة أفغستين فالوشين الجديدة مرسوماً حول جعل اللغة الأوكرانية لغة رسمية لأراضي الإقليم، ونفذت الفعاليات الهادفة إلى تطوير الدولة الأوكرانية، فنظم عمل قطاع الصناعة والنقل والتجارة ونظام التعليم والنشر وإدارة الدولة، وصارت مدينة خوست عاصمة للحكم الذاتي. تحت ضغط الدول الأوروبية التي شملت ألمانيا والمجر وبولندا ورومانيا بالطبع، طرح سؤال كيف يمكن إرضاء شهية المجر؟ قررت محكمة التحكيم في فيينا منح جزء من الأراضي قرابة 15% لتكون تحت سيطرة الدولة المجرية، ونقلت عاصمة أوكرانيا الكرباتية من أوجهارد إلى هوست بسبب أن موكاتشيفا وبيرهوفا كانتا قد أعطيتا للمجريين. زاد وضع أوكرانيا الكرباتية الدولي تعقيداً يوماً بعد يوم، فالمجر التي لم تلبي محكمة فيينا مطالبها بالكامل أرسلت إلى أوكرانيا الكرباتية مجموعات إرهابية استفزازية، وبولندا التي لم تستطع أن تسلم أبداً بوجود جزيرة أوكرانية ذات سيادة بالقرب من هاليسيا أرسلت أيضاً مجموعات تخريبية لتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية. سأشبه ذلك بما تصرف به قطاع الطرق هنا في كييف الذين أثاروا المشاكل خلال ثورتنا الأخيرة. هكذا أيضاً أرسل لزكارباتيا العشرات بل وحتى الآلاف من الإرهابيين، توجب عليهم زيادة التذمر من خلال قيامهم بالاستفزازات. كانت المجر وبولندا متعاونتين جداً في هذه المسألة. لحماية استقلال الحكم الذاتي ومكافحة التشكيلات العسكرية المجرية والبولندية، بدأ إعداد القوات المسلحة لأوكرانيا الكرباتية تحت مسمى معسكر الكربات. كانت منظمة شبه عسكرية تأسست في 9 نوفمبر عام 38 و900 ألف، ومهامها هي دعم القوات المسلحة التشيكوسلوفاكية على صد هجمات المخربين البولنديين والمجريين، والذين نفذوا في ذلك الحين حربا هجينة ضد أوكرانيا الكرباتية. المهمة الثانية التي كان على منظمي هذا المعسكر تنفيذها هي تحويله إلى برعم للجيش الأوكراني المستقبلي. كانت مهمة طموحة للغاية في تلك الأوقات، رغم أن معسكر الكربات لم يكن لديه عدد كاف من كوادر الضباط والأسلحة. أسهمت منظمة القوميين الأوكرانيين إلى حد كبير في إنشاء معسكر الكربات، حيث هرع نشطاؤها الذين عملوا في بلاد المهجر وفي هاليسيا سرا لمساعدة إخوانهم، مستوحين نجاحاتهم في زكارباتيا ومخاطرين بحياتهم. شاركت حفنة من القوميين الأوكرانيين الذين أتوا من هاليسيا على وجه الخصوص بدور نشط للغاية في تشكيل معسكر الكربات. هم في الواقع من وضع لبى مقر قيادة المعسكر الكرباتي، مجموعة من الأمراء المحليين الذين جاءوا من هاليسيا بما فيهم قائد أوبا المستقبلي رومان شوخوفيتش ومخايلو كولدزينسكي الذي ترأس مقر قيادة معسكر الكربات. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإنشاء هيكل عسكري كامل رأوا فيه لب الجيش الأوكراني. بالطبع كان من الصعب جدا القيام بذلك في تلك الظروف، ولكن القوميين الأوكرانيين الشباب استغلوا جميع الفرص لخلق أي نوع من الهيكليات التي أمكنها أن تحصل بعد ذلك على فرصة لإحياء الدولة الأوكرانية. ينص وضع الحكم الذاتي لأوكرانيا الكرباتية على وجود هيئة تشريعية تسمى سويما، جرت انتخاباته في 12 فبراير 1939، وحصل ممثل الاتحاد القومي الأوكراني على أغلبية الأصوات بقيادة أفغستين فالوشين. احتلت ألمانيا النازية في الوقت نفسه تشيك بالكامل وأعطت الموافقة على احتلال المجر لأوكرانيا الكرباتية.
شجعت السلطات الألمانية المجر على احتلال زكرباتيا. جرى هذا التحالف بين المجر وألمانيا منذ البداية على حساب المكافأة التي حصل من خلالها وبطريقة سلمية على جزء من أراضي زكرباتيا، ومن بعدها على جميع الأراضي من خلال الاحتلال. كان للمجر بوصفها حليفاً لألمانيا الحق في التصرف في هذه المنطقة وفقاً لتقديرها، لذا حدد مصير أوكرانيا الكرباتية بعد شهر واحد فقط، وربما كان قد قرر مصيرها هناك في وسط أوروبا حتى قبل يوم إعلان كيان الدولة الأوكرانية الجديدة. في ليلة 13 مارس دخلت القوات المجرية المنطقة، ورغم أن الدول الأوروبية لم تؤيد إنشاء دولة أوكرانية مستقلة، أعلن سوين في 14 مارس استقلال دولة أوكرانيا الكرباتية. لم تأخذ أي دولة من الدول التي حددت في ذلك الوقت مصير تشيكوسلوفاكيا هذه الخطوة في الحسبان. أنا أقصد قبل كل شيء ألمانيا النازية التي أثنت الأوكرانيين عن إبداء أي مقاومة مسلحة ضد القوات المجرية. بعد عدة جلسات جرى اعتماد قانون دستوري بشأن استقلال أوكرانيا الكرباتية وانتخب أفغوستين فولوشين رئيسا لها. لم تكن أوكرانيا الكرباتية كيانا انفصاليا محددا، كان لديها جميع علامات الدولة بما في ذلك العلم والنشيد والرمح الثلاثي المتوافق مع الشعار المحلي، بالإضافة إلى اللغة الأوكرانية. كان لديها جميع المقومات الدلالية التي حددت انتماءها للأمة الأوكرانية. لكن الاستقلال لم يدم طويلاً، إذ لم يكن بوسع المعسكر الكرباتي السيء التجهيز والتسليح كبح هجوم الجيش المجري النظامي المكون من 40,000 فرد. لم تتمكن الدولة الأوكرانية حينها من تشكيل الوحدات العسكرية القوية والقادرة على حماية هذه الدولة. وفقاً للتقديرات المختلفة كان هناك 4,000 مقاتل، وربما خضع منهم للتدريب العسكري الفعلي ما يصل إلى 2,000 فقط. كان نصف المدافعين في المعركة الأولى التي جرت في خوست من طلاب الثانويات، هم في الواقع أولئك الشباب الذين كرروا إنجاز الأبطال في كروتي. هكذا كان الجيش الحقيقي لأوكرانيا الكرباتية آنذاك. رغم الهزيمة استمرت حرب العصابات في الكرباتي حتى نهاية مايو. من بين جميع الأراضي التي انتمت إلى تشيكوسلوفاكيا، أوكرانيا الكرباتية هي وحدها فقط من قاوم المعتدي بالشكل اللازم، وكان ذلك في الواقع أول مقاومة مسلحة لمخططات ألمانيا النازية وأعوانها للاستيلاء على أوروبا. وكانت هذه الأحداث علامة بارزة في أوروبا آنذاك. جرت في ذلك الوقت حملة نشطة وواسعة في الصحف الغربية قالت أن هتلر يخطط لإنشاء أوكرانيا الكبرى على أساس أوكرانيا الكرباتية. تحدثت عن ضم هاليسيا وأوكرانيا السوفيتية، وسينشئ هتلر على أساسها دولة تابعة له. كان ستالين يخشى من أن تنفذ مجموعة مقربة من هتلر شيئاً من هذا القبيل. في 10 مارس 1939 وضح ستالين بشكل قاطع خلال مؤتمر الحزب 18 أن الاتحاد السوفيتي لن يقبل أبداً بهذه الخطوة، وشبه أوكرانيا الكرباتية ببعوضة تريد أن تضم فيلاً. أراد أن يبين أنه غير مكترث بهذا الحدث، وكان يعلم أن ألمانيا لا تخطط في الواقع لأي شيء، موضحاً بهذه الطريقة لهتلر أنه كان مستعداً للتعاون معه، أي أنه من خلال دفن المسألة الأوكرانية فتح الطريق للتحالف بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي. ولقد بين عام 1939 هذا بكل وضوح. عند تقييم تلك الأحداث التاريخية يؤكد الباحثون على أن الوجود القصير لأوكرانيا الكرباتية هو صفحة مشرقة من نضال الأوكرانيين التحرري، هم الذين حلموا على مدى أجيال كثيرة منذ عهد الهتمانية بالاستقلال وقيام دولتهم، وبيّنوا للعالم أجمع أن زكرباتيا هي أرض أوكرانية أصلية يعيش عليها الأوكرانيون الراغبون في الحصول على دولة موحدة مع باقي الأراضي الأوكرانية الأخرى.